التراب. الموسم ده كده رياح الخمسين، كل سنة وانتم طيبين. الربيع بيهل علينا بخمسينه، حاجة بتبقى صعبة جدا. أنا من الناس اللي زي كل خلق الله أكيد بنكره التراب، بس أنا من الناس اللي عندها حساسية في عينيها من التراب، ببقى بقى خلاص يعني مش عارف، عينيها تفضل تعمل كده وأدي يعني فيشل إكسبريشنز شديدة الغرابة. طبعا ده ناهينا عن إنه في ناس كتير بقى في عندها جيوب أنفية وحساسية في جهاز التنفس العلوي أي في الأنف، وحساسية في الصدر وما إلى ذلك. وبالتالي لازم كلنا ناخد بالنا جدا من الكام يوم بتوع التراب ورياح الخمسين ورياح محملة بالرمال والأتربة، الجملة اللي هي إيه الشهيرة بتاعة الموسم ده. فخدوا بالكوا، عشان كده أنا بطلب من ربنا والنبي يا رب يعني بس تنزل شوية مطر تهبط التراب ده عشان نعرف نتعايش. يا رب قادر يا كريم. المضاعفات الصحية الناتجة عن موجة الطقس السيء، الرياح المحملة بالأتربة والرمال التي تشهدها البلاد. دكتور وجدي عبد المنعم استشاري الأمراض الصدرية يفتنا في هذا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ أستاذ يوسف، ازاي حضرتك وجميع السادة المشاهدين؟ وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. نعمل ايه في رياح الخمسين وموسم الخمسين؟ هو طبعا احنا في شهر من الشهور اللي بتشتد فيها الرياح، اللي هو طبعا شهر امشير وكده، وبدايه او الدخول على بدايه فصل الربيع. واثاره طبعا هذه الاتربه بيكون ليها طبعا مضاعفات على بعض اجهزه الجسم زي الامراض الصدريه وخاصه الربو الشعبي والسد الرئويه، التهابات الانف والاذن وخاصه الجيوب الانفيه وحساسيه الانف. طبعا بعض الناس بتعاني من حساسيه برضو في العينين، بعض الناس بتعاني من حساسيه في الحنجره. فكل طبعا وجود مثل هذه الاتربه بيعمل تهيج سواء للشعب الهوائيه او للزور او للعين او للانف. فطبعا اللي عنده احد هذه الامراض طبعا بيعاني اكثر من تفاقم هذه الامراض، وممكن ينتج عنها طبعا نوبات من الحساسيه وضيق في التنفس، وده طبعا اللي بيخلي ممكن المريض حتى يلجأ الى انه يطلب المساعده في الطوارئ في المستشفيات. طيب يعني واضح انه الكورونا ليها فايده واحده، ان كلنا بقى في معانا دايما كمامات، فاظن يعني هي هتحمينا شويه. بالظبط ده اللي احنا هنقوله. طبعا هو في البدايه قبل الكمامه، هو ان كل الناس اللي عندها عرضه لهذه الامراض واللي ممكن ينتج عنها تفاقم او مضاعفات يجب عليها طبعا التزام المنزل وعدم التعرض لهذه الأتربة. بعض الأوقات بيحصل تسرب طبعا لهذه الأتربة من الشبابيك مثلا في المنازل أو كده، فبننصح طبعا بوضع زي مثلا قماش مبلل بالماء في الفتحات اللي قد تكون في الشبابيك. ده طبعا مش لكل الناس، ده للناس اللي عندها عرضة لمثل هذه الأمراض. بالنسبة للناس اللي بتعاني طبعا من حساسية صدر وتلجأ بقى أو وقت الضرورة ومحتاجة إنها تنزل الشارع، طبعا يجب الالتزام بارتداء الكمامة، شرب السوائل والماء بكميات كبيرة. بنحاول إننا ناخد الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات أو اللي المريض ماشي عليها علشان ما ينتجش عنده تفاقم لهذه الأزمات. إلى جانب بقى عند الشعور بأي أعراض يجب عليه التوجه للطبيب المتخصص في الحاجات اللي احنا قلنا عليها لتلقي العلاج طبعا بطريقة صحيحة. طيب دكتور، يعني طبعا أكل العيش مر، فهننزل نروح أشغلنا زي حالاتي وزي حالات حضرتك، والدراسة أيضا لا غنى عنها، فالولاد هيروحوا المدارس وهيروحوا الجامعات. علشان نقدر ننزل من بيوتنا ونحاول قدر الإمكان نتقي هذه الأتربة، إيه تاني نعمله غير الكمامة؟ أول حاجة طبعا الأدوية، لأن طبعا في بعض الناس اللي هم مثلا عندهم ربو شعبي أو ما يسمى بحساسية الصدر، دول أكيد ماشيين على موسعات للشعب الهوائية أو بعض البخاخات، فيجب عليه تناول هذه الأدوية أو البخاخات بفترة كافية قبل النزول إلى الشارع والتعرض لهذه الأتربة. وطبقا للوصفة الطبية ودون إفراط، يعني الدكتور بالزبط. يقول كذا بالظبط، بيبقى ماشي بجرعات معينة عاملة كنترول أو سيطرة لمثل هذه الأمراض وبجرعات معينة، فبالتالي بيتناولها بفترة كافية قبل النزول إلى الشارع. أوكي. وده طبعا بتديله وقاية قبل النزول، إلى جانب طبعا شرب كميات مية بكمية كبيرة، دي بتساعد طبعا على إن الجسم يقدر يقاوم مثل هذه الأمراض.
ارتداء النظارة للناس اللي ممكن قد تتعرض العينين لمثل هذه الأتربة. أيوه. ده طبعا من الحاجات البسيطة جدا اللي هتخلي إن شاء الله في وقاية ونعدي الموجة دي إن شاء الله على خير بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور وجدي، كل الشكر للدكتور وجدي عبد المنعم استشاري الأمراض الصدرية. طيب